بيتغداش مع حد. زي ما جهان بنتنا بتقول ان القياده في عمليه المايكوتوكسين في مصر لاستاذنا رحمه الله عليه اسماعيل القاضي ابن محافظه اسماعيليه، لان الاسماعيليه عارف عيله القاضي كويس قوي وليهم معرض كبير للعربيات جنب التلاتيني. استاذنا الدكتور اسماعيل القاضي هو من قام بتاسيس علم السموم الفطريه في مصر، وكان قائد كبير جدا للمدرسه دي في اسيوط رحمه الله عليه، وبعديها بعد كده دكتور محمد المراغي وكل تلامذته هم اللي ماسكين اسيوط دلوقتي. غالبية الدراسات الخاصة بالسموم الفطرية لما تيجوا تدوروا عليها قدام تدوروا على اسم القاضي، القاضي أو المراغي أو زهري، تمام؟ دينا اللي في الآخر هي ونوها ما يتكلموش. عشان يعرف المنازل هيطلع لنا إيه وإيه أنا ما بسيبش السكة هتبقى عن الجنة، وبعد كده برضه عملنا لقينا دراسات تانية قدروا يشوفوا إن السبايس كتير بتتعمل زي ميديكيشن، يعني بيبقى فيها مواد حافظة فبيستخدموها عشان تعمل إنهبيشن للجزء بتاع فلقينا برضو ان معظم الدراسات اللي كده كانت برضو بالسلة، بس الدراسه دي كان لو معظم سبيشيز جديده مش كانت طلعت قبل كده زي الرايزوبس والكريافسكوريا والكريوشيا وكذا والانتلاليا ما كانتش طلعت في الدراسات القديمه. وبرضو لو ان معظم الدراسات اللي اتعملت بعد كده كانت نفس السبيشيز، كانت حاجات ارجانيكس السبيشيز اللي طلعت كانت سبيراجيتس وبريسيا. فما جينا نبدا عشان نشتغل ازاي؟ على فكره انا قريت البحث بيقول لك ان السبايسز دي له يعني ايه اي فنج بيطلع فيها بيبقى من له ووتر اكتيفيتي، لان طبعا هي جافه. فاحنا بقى بنشتغل على الميديا ايه بقى يا جماعه دلوقتي؟ أميرة دي كانت حالتها يوم ما شافت الأطباق في المعمل برضه يعني. Thank you.
بعد ما عمل شايفين يا اولاد؟ شايفين البهارات عامله ازاي؟ اوكي. الطبق اللي هي الطبق اللي فوق دول اللي هم مش محمصين. دول القاضي محمصين والتحت محمصين. هي خلاص اتحمصت يعني. ماشي. الزبيب الاصفر برضه زي ما احنا شايفين في الاجرام. بيبر. اوكي مش بيبر. اوكي تصليح يعني انجلش. اوكي. بعدين لما جينا بقى نخلص لقينا الدنيا اختلفت خالص، لقينا ان الاسبرجيلس بقى هو من اعلى نسبه، بعدين في روشيان انا حبت ليست على كده يعني. فاللي حضرها باينه جدا ان هي في توزيع المايكرو، بس هل ده يعني ان التوكسين هي اللي موجوده في الاثنين ولا لا؟ التوكسين زي ما ياسين قالت في البتاع ان هي الكائنات اللي موجودة كلها أفرزت.